موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أمس بمركب سيدار بالحجار بولاية عنابة على ضرورة التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الحديد والصلب وتغيير أنماط التسيير في هذا المجال. وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي خص بها المركب بأن مستقبل الصناعة مرهون بمدى التحكم في التكنولوجيات الحديثة، مذكرا بأن مركب سيدار الحجار يمثل رمزا من رموز صناعة الثقيلة، ما يجعل منه محل مرافقة من قبل السلطات العمومية لتمكينه من بلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة في مجال صناعة الحديد والصلب. كما قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمعاينة سير مركب سيدار الحجار وفقا على سير نشاط بالفرن العالي رقم 2 الذي استفاد من برنامج التأهيل، كما عاينا سير عملية تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 واستعادة العقار الصناعي الذي يشغله هذا الهيكل الذي توقف عن الخدمة سنة 2009. أصبح قطاع المناجم اليوم من البدائل الأساسية التي يمكن الاعتماد عليه لتقوية البلاد وبعث اقتصاد قوي بعيدا عن البترول والغاز. الدولة تعمل اليوم على تثمين هذا القطاع الحيوي من خلال وضعها لاستراتيجية ما بين 2020 إلى 2023 شملت كل المناجم من استثمار في البنية التحتية وتكوين وتعديل وتطوير القوانين والانفتاح لجلب المستثمرين. وتضمنت أيضا هذه الاستراتيجية التي يندرج تنفيذها ضمن أولويات الدولة حاليا إطلاق برنامج استكشاف وطني يضم 26 مشروعا سمح بتطوير الاحتياطات باستكشاف قدرات جديدة للبلاد من حيث المحاجر ومختلف المعادن وثروات المناجم، حسب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية. وأضاف أن الوزارة الوصية بالتنسيق مع الشركاء بصدد التحضير لإطلاق استراتيجية جديدة في نفس المجال تمتد من نهاية 2023 إلى 2026 وتضم 28 مشروعاً بغرض استكشاف زهاء 14 مادة معدنية ومنجمية عبر التراب الوطني. كشف المتعامل العمومي موبيليس في بيان له أنه حقق لسنة الثانية على التوالي نمواً يقدر ب 13% مقارنة بالسنة الماضية، حيث حققت خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 رقم أعمال بمبلغ 36.7 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة المقدر ب 32.5 مليار دينار جزائري، أي بارتفاع قدر ب 13%. كما سجلت في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023 ارتفاعاً محسوساً ب 7% من عدد مشتركيها بزيادة 1.4 مليون مشترك جديد ليصل المجموع إلى 21.7 مليون مشترك. بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع أزيد من 837 ألف عملية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بقيمة تفوق 6.7 مليار دينار جزائري، فيما بلغ عدد المعاملات نهاية سنة 2022 أزيد من 2.7 معاملة بقيمة تفوق 19 مليار دينار جزائري. وبلغ العدد الإجمالي لمحطات الدفع الإلكتروني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 49,030 محطة مقارنة بالعدد المسجل مع نهاية سنة 2022 والبالغ 46,263 محطة. أما بالنسبة لعدد بطاقات الدفع الإلكتروني فبلغ إلى غاية نهاية شهر مارس أزيد من 14 مليون بطاقة موزعة بين بطاقات بنكية وبطاقة الذهبية لبريد الجزائر. انطلقت أمس بوهران الطبعة الثانية لصالون البصريات والنظارات بمشاركة أكثر من 40 عارضاً يمثلون لعلامات دولية. في هذا الموعد الذي أضحى ملتقى للتبادلات يعنى بالصحة والتقنيات والأداء والموضة، ويسمح الصالون لمنتجي زجاج النظارات والمخابر وممثلي العلامات الدولية والموزعين على المستوى الوطني بالاطلاع على ما يتم تصنيعه بالجزائر في مجال البصريات والنظارات، فضلاً عن أحدث التقنيات والتكنولوجيات المبتكرة في هذا المجال. في إطار التحضيرات المتواصلة لموسم الحج 2023 أعلنت وزارة النقل عن تدعيم قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة من مطار تمن راست أقنار حجبي أخموك لنقل الحجاج من ولايات تمن راست وبرج باجي مختار نحو البقاع المقدسة.
كشف المدير العام للشبكة ببنك الجزائر عن تسديد أزيد من 8000 حاج لتكلفة حج موسم 2023 المقدرة ب 770,000 دينار جزائري، وذلك منذ انطلاق العملية في نهاية أفريل المنصرم. وأضاف المتحدث أنه لتسهيل عملية تسديد تكلفة الحج تم اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية شملت جميع فروع بنك الجزائر بولاية الوطن بهدف ضمان سلاسة وانسيابية العملية. كما انتهت عملية تحويل جميع المبالغ المالية المخصصة لعملية الإعاشة والنقل بالبقاع المقدسة والتي تم ضبط قيمتها من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، إضافة إلى الانتهاء من عملية اقتناء قيمة الريال السعودي التي ستوزع على الحجاج عبر جميع مطارات الإقلاع والمقدرة ب 2500 ريال سعودي لكل حاج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.